مساء الخير. اكتظ باب الماكينة يوم أمس بجمهور غفير حج لهذه الساحة للاستمتاع بعرض الفنانة السورية أصالة نصري والتي خصت يوميات المهرجان بهذا اللقاء. لنشاهد. شاغل بالي هواك، تعب قلبي معاك، فاكر قال هنساك في ليالي عايشة بفكر شايفة الدنيا عليك، قولي ازاي هنساك يا حبيبي. انا ممكن انساني وانسى اسمي وحالي، كل ده ممكن عادي، الا انت يا حبيبي انا دايما بنساك. يعني من خلال كل التواصل، كل أشكال التواصل الاجتماعي، بعرف أنه من أكثر يمكن البلاد العربية اللي عندي فيها محبين بعمر معين، اللي هن الصغار اللي أنا محتاجتهم موجودين بالمغرب العربي، يعني المغرب العربي والخليج. فأنا كثير بكون فخورة لما بجي على المغرب، لأنه بعرف أنه المحبة، محبتي عند المغاربة نضرة وبتشبه أعمار الناس اللي بتحبني. حتى الناس الكبار بيحبوني بطريقة وكأني جزء من عوائلهم. دلوقتي ليه جاي تقولي وعمل لك ايه؟ طب ما تقولي دلوقتي ليه جاي تقولي وعمل لك ايه؟ طب ما تقولي طيب طيب يا قلبي، طيب طيب يا قلبي، طيب طيب وانا افكر بعدك هعمل ايه؟ طيب وجرحي قلبي، طيب جرحي قلبي، طيب وجرحي قلبي ازاي انا اقدر عليك؟ اه طيب. انا بحس دائما انه اكثر ناس في تواصل بيني وبينهم، وفي تواصل وتفاهم، يعني وكأنه اللهجة حتى ما لها عائق إطلاقا. أنا تقريبا بفهم أكثر المعاني، يعني أقلها أكثر من غيري، بفهم كثير مغربي. أكسيبيل الخامية مجموعة موسيقية إسبانية أتحفت جمهور متحف البطحاء يوم أمس بأغاني من التراث الأندلسي، أغاني تحكي قصة المسلمين الذين ظلوا في بلاد الأندلس حتى القرن السابع عشر وكانوا يسمون بالمدخار. المدخار تشير في الإسبانية لأسلوب فني على مستوى الهندسة، مثلا أسلوب كان يمارس من طرف المسلمين الذين عاشوا في منطقة مسيحية، وعكس ذلك المثرابي تشير للمسيحي الذي كان يعيش في منطقة مسلمة داخل التراب الإسباني. والموسيقى التي نؤديها تدخل في خانة التقليد المدخار الذي يرجع للمرحلة ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. Thank you.
الآلات اللي بعزفها هو آلة الدف وآلة الطارة البندير يعني والطارة وعلى الطبلة الدربكة وآلة العود. والتجربة في أنه أنا صراحة عايش في مدريد حوالي يعني 20 سنة، فأصبحت يعني التخصص ديالي نوعا ما هو يعني الموسيقى القديمة والموسيقى الأندلسية بقدر ما واحد يعني يحاول يتجاوب معهم في مع الإسبان في 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 التعريف بالثقافة الإسلامية. وصلنا لنهاية هذا العدد من يوميات مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. إلى الغد.